سلام بنات، جيسبر كو فوز الي بيان. بيانفوني سور ما شين. اول حاجه قبل ما نبدا لا فيديو غنقولها لكم عاوتاني. البنات اللي ما ابونيش في لا شين كنطلب منهم يتابوناو. الا عجبكم لي فيديو ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ولي كومونتير ديالكم. سا مي في انورميمون بليزير، وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى لي ميساج اللي كتخليو ليا. دونك كيف ما كتعرفوا لا فيديو ديال اليوم نتوما كنتو الثلاث اللي طلبتو مني، وشحال نتوما كتسناوني انني نهضر لكم على هذا لو سوجي هذا. دوكو اليوم ديسيديت انني نهضر لكم على ليكسبيريونس ديالي مع لاكوشمون ولا التجربه ديالي في الولاده. دونك اول حاجه قبل ما نبدا لا فيديو، سوا ليكسبيريونس كانت زوينه سوا ليكسبيريونس كانت خايبه، كتكون واحد التجربه اللي زوينه كيدوز واحد النهار زوين في حياتكم. يعني واخا تعذبوا حتى تعذبوا كيبقى داك النهار هو احسن نهار في حياتكم، يعني كتفرحوا بزاف. داكشي علاش الا كانت ليكسبيريونس خايبه ما غاديش تخلعوا، الا كانت زوينه طوميو زعما مزيان، الا كانت مزيانه. بون بوغ ليكسبيريونس ديالي انا ما عرفتش منين نبدا ليكم لا فيديو، مي اول حاجه انا كيف ما كتعرفوا كنتو ديما كتسولوني واش ولدتي ولا باقي، حيت انا كملت لو 9 موا يعني وصلت لو تيرم عاد باش ولدت، ما ولدتش في الاول ديال التاسع ولا من بعد، حيتاش كنت كنتسنى انه يجيني الوجع. ايفيكتيفمون جاني الوجع، كان عندي رونديفو مع الطبيبه لو تيرم لو 23، انا جاني الوجع لو 21. دوكو كنت مشيت عندها الكابيني، يعني ما كنتش متاكده انه الوجع اللي جاني، حيتاش كان بداني الوجع في 12 ديال الليل. فاش بداني الوجع مع 12 الليل قلت راه واقيلا هادو غير حريقات خفافين، يعني ماشي شي وجع خايب باش انني نقول راه واقيلا غادي نولد. دوكو ما كنتش متاكده انه وجع ديال الولاده، قلت غير حريق عادي، حيت كنت يلاه دوشت قلت واقيلا راه معدوش. دوكو نعست مع 12 الليل، بقى فيا داك الحرق الليل كله، بقى شويه كيتجهد، كان كتجيني حرقه من الساعه شي ولا ربع ساعه وبقيت صابره كنقول ميمكنش يكون هذا هو الوجع ديال بصح. ديكو ما قلت ما غنمشيش، بقيت كنتوجع حتى شي 7 الصباح صافي ويجيني الوجع بدا كيتجهد وانا نوض، ما بقيتش متكيف بلاصتي نوض، كنتحرك في الدار قلت بلا تحرك تقدر يفوتني ولا شي حاجه. اي بورتون داكشي بقى غادي وكيتجهد غادي وكيتجهد، وانا نقول هذا سيغمون غيكون غير الوجع. صافي كاتبيت معايا اختي ديك الليله، قلت لها دخلت عندها البيت، يلا غندخل عندها البيت هي تخرج، قلت لها هذا السورمون الوجع ديال الولاده، قالت لي واش كتسناي، يلا نمشيو لا كلينيك. وانا بقيت عندي ديك ليده تاع محالش هذاك الوجع، حيت واخا حريق ما ماشي شي حريق اللي خايب بزاف. دوك دخلت البيت، راجلي اصلا فاق في الليل كان كيقول لي نمشيو نمشيو، كنت كنقول ليه لا راه ماشي شي حريق بزاف، لبست حويجي زعما على خاطري ماشي مزربه ولا هذا، ما هزيت لا حوايج لا والو، قلت غادي نمشي عندها الكابيني نشوف، حيت هي كانت دايره معايا لو 23 نمشي عندها الكابيني، قلت نمشي نشوف. دوكو مشيت للكابيني ما لقيتهاش كاينه، لقيت غير لي زانفيرمير، قال لي راه قالت لك عندك لو دوسي اون فوا جيك الوجع سيري لا كلينيك. وانا نقول غادي نبقى نقول لهم تسنى الطبيبه، خرجت من الكابيني وانا مشيت للدار، قلت غادي صافي نتسنى حتى يتجهد عليا الوجع. صافي بقيت في الدار، مشيت تغديت وخا بالوجع والحريق كيشدني، كنتوجع واحد شويه وكنبرك، كنتوجع واحد شويه وكنبرك، وكليت وكل شيء. واحد شويه وعيت راجلي، قال لي راه عيطوا ليا الطبيبه ديالك عيطات، قالت لي كونكور راه خاصك تمشي لا كلينيك راه كيتسناوك. هي الطبيبه كتسناني وانا باقا ما مستعداش انني نمشي، كنقول راه موحال زعما ماشي اليوم سيغمون ماشي اليوم. صافي هبط مشيت لاكلينيك، مشيت واخا كيجيوني دوك الوجيعات من 10 مينوت 20 مينوت، المهم الوجع كيجي كيشدني واحد 1 مينوت ولا 2 مينوت وكيمشي. صافي دخلت لاكلينيك، هبطوني لا سال داكوشمون، داروا لي المونيتورينغ. فاش كيجيو يشوفو كيلقاو بصح كاينين دي كونتراكسيون كيجيو هكا ما بين كل 5 مينوت كل 10 مينوت. صافي بقيت باركه واحد ان كاردور، واحد شويه تجي عندي لا ساشام قالت لي راه غادا تبقاي معانا، راه وصل الوقيته ديالك ديال الولاده، لو كول راه محلول ان دو يعني ان سنتيمتر. قلت صافي، وانا شتاتني الخلعه ديك الساعه عاد باش وانا نحس بلي راه غنقدر نولد عادي، الوغ كو انا كانت شدني الخلعه، انا خايفه بلوس كو عادي من السيزاريان. صافي دخلت لا كلينيك مع ديك جوج ونص 3 ونص 4 ونص، المهم الوجيعات خفاف. كل يا سباس فون باش زعما يتهدن شويه الوجع، كتجي كل شويه لاصاج فون كتقلبني كتلقى لو كول باقي ان دوا اي دمي ان دوا، يعني ما كيتحركش. واحد شويه بدا الوجع كيتجهد يتجهد، مع ديك الربعه بدا كيجيني هذاك هو الوجع ديال الولاده، هذاك هو اللي عرفت وجع.
صافي كنقول كنبقى نتنفس وكنقول خصني نريسبيري ما بقاش نتزيا كنريسبيري. كنتهبطت معايا ماما لاصال داكوشمون حسيت بداك الوجع بدا كيتجهد شويه كل شويه كتجي لا ساج فام كتمشي واحد شويه جات انا عندي ولا راه تقلب ليا لو كول واش تحل ولا لا واحد شويه كنحس بها دارت ليا داك واحد لو تروك كيديروه ديال بيبي و تهزيت بحال هكا فاش خشات يديها باش تقلب لكو هي ما قلبتش لكو هي طرطقات لي اون فيت السقيه. انا ما كنتش كنعرف بلي راه السقيه هما اللي كيطرطقوها حيت كاين اللي كطرطق لي. هذيك هي فاش حسيت صافي قلبي كان غادي يسكت تخلعت بزاف وتوعدت بزاف بقيت كنبكي وكنغوت حسيت بديك لابوش دي زو طرطقات وداك الماء بقى كيهبط يهبط يهبط صافي وانا نقول صافي مشيت فيها صافي كنت وجع كانت بالي ماما حدايا ماما كدوي معايا ما بقيتش كنجاوبها بالخلعه كندور عندها كنقول هادشي كله كتعرفي غادي يجرى ليا بالخلعه صافي ما بقيتش قادره نتنفس غير طرطقوا لي لابوش دي زو عاده باش هو الوجع بدا كيتجهد يتجهد صافي ما بقاش داك ما بين 5 مينوت 10 مينوت ولا صافي كونتينيو ما بقاش كيتحيد دوك لي كونتراكسيون كيطلعوا ويهبطوا كيبان لي داك الورقه ديال المونيتورين كيبانوا دوك الوجعات بقاو ولا كيطلعوا بزاف. وصلت 6 وصلت 7 والو لو كول ما بقاش بغى يتحل وانا غير كنتوجع وكن هكا كندفع رجليا ونجرهم ماما بقات كتشوف فيا كتبان لي ولا حتى هي غادا تجي حيت كانت كتانكوراجيني زعما على الولاد عاديه ملي بان لها هذاك الشيء قضيه بدات كتحماض الصراحه صافي توجعت 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 صافي واحد الوقيته وليت كنقول لهم شوفوا راه ما بقيتش صابره كتجي لا ساشون مشاو ليكيب ديال الصباح وجاو ليكيب تاع الليل وانا باقا غير كنتوجع. جات واحد لا ساج فام اخرى قلت لها شوفي راه ما بقيتش قاده عيطت للطبيبه انا وليت باغا سيزارير ما بقيتش باغا نولد عادي حيت لو كل كيبان ليا ما تيتحلش وانا كنتزيد نتعذب وما بقيتش كنقدر نتنفس. قلت لي انا نعيط للطبيبه ديالك واش تيسوه بغيتي سيزار قلت لها عيطي لها. وصلت 7 ونص وهي تعيط للطبيبه قالت لها انا واحد شويه غادي نجي تكمل لي كونسلطاسيون ديالها في كابينه وتجي عندي. صافي وليت كنتسنى داك الوجع ما بغاش يتحبس صافي وليت كنغوت كنقول استغفر الله العظيم وكنغوت صافي كنت كنقول حشومه الا مشيت ما نقدرش نغوت مي صافي وصلت واحد لو تيرم انني وليت كنقول صافي غنغوت حيت هذاك هو الحاجه الوحيده اللي غتخرجي في هذاك الحر ديال الوجع. صافي كنتسنى الطبيبه قدامي واحد المكانه كتبان ليا من 3 وانا كنحسب في هذاك الوقت كنشوفها واحد القصه كنقول يا ربي يجي وحيدو غير من قدامي ديك المكانه حيت ولا كيبان لي الوقت كيدوز ثقيل. واحد شويه وصلت 8 ونص عاد باش جات الطبيبه يعني تعطلات عليا وجات شافتني كنتوجع قالت لي واش شويه سوغ باش ما غتقدريش تصبري. قلت لها راه شو لو كول ما كيتحلش قالت لي راه ايفيكتيفمون لو كول ما كيتحلش وعندك لو باسان ضيق يعني غادي تعذبي بلوس كو سا وغتبقاي توجعي نقدر نبقى نتوجع حتى لو لوندوما عاد نولد و الى ولدت. صافي قالت لي واش شويه سوغ سيزار قلت لها سوغ دخلوني دابا وليت باغا غير ندخل. صافي جابو داك الباياس ديال لا صال دوبيراسيون عيطوا للبناج البناج كان حتى هو باقي ما كاينش في لاكلينيك حيت ما كنتش عواله غنولد سيزاريان يعني خصني نتسنى واحد نص ساعه اخرى نتسناو البناج انه يوصل. المهم انا وجدوني دخلوني لا صال دوبيراسيون وبقيت كنتسنى في البناج باش يجي حتى هي عاوتاني داك الحريق وليت كنقول لهم واش باقي ما جاش واش باقي ما جاش كيبيها هو راه جاي في الطريق حيت ما كانش عارف ها هو جاي في الطريق. انا كنت وجع صافي جاو دوك يدكو لي دوك البراوات انا دوك البراوات ما بقيتش كنحس بهم طونك داك الوجع اللي كان فيا يعني الحريق فوق هذاك الوجع اللي كان ديال البراوات. انا هادشي ما كنقولش لكم باش نخلعكم حيت هادشي كله كيدوز مي انا كنعاود ليكسبيريونس ديالي حيت انا شحال من وحده كنعرفها دوزت اون اكسبيريونس لي ساهله جا هذاك الوجع عادي بحال الوجع ديال لي غاكل اوديز مي الحمد لله على هادشي كامل يعني حيت فاش كتولدي وهذا كتولدي كتنساي داكشي كامل كتنساي في فراكسيون دو سكوند. صافي دخلوني البلوك جا البناج جا بركني فاش بركني وعاد باش داك الماء ديال السقيه بقى مازال كيهبط يهبط ولا تخلعت قلت ليه ناري هادشي قال لي هادشي راه عادي راه غير السقيه كتخوى راه كاين 4 لتر حتى 3 لتر 4 لتر اللي كتهبط يعني سي نورمال جاو اسبيغاو داك الماء. صافي جا باش يدق لي البرا ديال الظهر بركني قال لي شوفي ما تحركيش كتكون معاه واحد لاسيستونت هي بقات شاداني كتقول لي شوفي كنقول لهم شوفوا راه نقدر تجيني شي وجعه ونغوت قالت لي لا غير صبري ما تخافيش خصنا ضروري ندكوه. صافي بقيت هكا واقفه شويه بغيت نطل ما خلاونيش نشوف دق الابره هي صراحه ماشي شي خطر يعني عادي حسيت بها دخلات حسيت بها زعما قاصحه شويه مي بارابور داك الوجع اللي كان فيه يعني صباس. صافي دقيه البرا كانوا رجلي قدامي وحتى بديت كنحس بهم داو كيتقالوا
صرحوني تقولي واحد البريف في الدية هي كتحسي بها شوية حارة كتوصل لك حتى للحلقة ديالك، يعني شي حاجة عادي. واحد شوية بديت كنحسها في الوجع مشى، ما بقيت كنحس بوالو. هذا باش ارتاحي ديك في ديك الوقت ديال السيزارين الناس كيكونوا ستريسين، انا وليت باغا غير نغمض عيني بقوة داك الوجع اللي كان فيه، وليت مرتاحة. صافي صرحوني هكا تكيت، داروا لي داك لو دغا قدامي باش ما بقاش نشوف زعما شنو. قال لي واش كتحسي برجلي؟ قلت ليه صباعي شويه مي ماشي بزاف. قال لي راه واخا كتحسي بصباعك راه السكي كونط هو جهه الكرش. ايفيكتيفمون هما راه بداو خدامين، وحتى ما بقيت كنحس بوالو. واحد الوقت ديال 5 10 مينوت كانوا فتحوا ليا، جبدوا لو بيبي. هي فاش كيعطيوك لو بيبي ديك الساعه صافي كتنسي الوجع، كتنسي كلشي. جابوه ليا، شديتو بستو، اي صافي داوه يشوفوا لو بيدياتر. صافي بقى هذاك لانيستيزيست بقى كيهضر معايا، بقى كيسولني هكا باش ننسى. واحد شويه جاتني رده، قلت لهم راه بغيت نرد. جابوا لي واحد هكا طاسه باش نرد فيها، مي ما رديتش. صافي لو طون باش خيطوا باش سالاو، ما شفتهمش انا كاع امتى خرجوا. صافي سالاو وخرجوني لواحد لا شومبر اون اتوندون يمشي مني البنج. واحد 2 اور بقيت، صافي 2 اور هما يطلعوني لا شومبر. الصراحه مي من بعد حتى داك الحريق ديال لا سيزاريان ماشي صراحه شي حريق اللي خايب بزاف، ولا اللي زعما كاين اللي كيقول لك لا سيزاريان كتعذبي. انا الحمد لله ما تعذبتش في لا سيزاريان، يعني لو لوندوما وقفت نط عادي. سي فري كاتنوضي متنيه شويه الحريق، مي الحمد لله كيدوز مزيان. انا اللي جاني صعيب هو داك الوجع اللي جاني في الاول ديال الولاده، جاني شويه صعيب، مي الحمد لله كلشي كيدوز. فاش كتشدي لو بيبي ديالك في يديك كتنسي كلشي صراحه، والحمد لله الحمد لله زعما ملي كيدوز كلشي مزيان، هذاك هو المهم. كانت هذه هي الاكسبيريونس ديالي مع لاكوشمون، حيت كنتو كثارات اللي كنتو كتسولوني نهضر لكم على هذا لو سوجي هذا، ونعاود لكم كيفاش داز لاكوشمون ديالي. دونك هكا كيفاش داز لاكوشمون ديالي، الحمد لله. انا دابا الحمد لله برات، يعني حتى لا سيزارين حتى الفتحه برات، يعني ما كاين حتى شي مشكل. يعني سواء ولدتو عادي سواء ولدتو بالفتيح، كلشي كيدوز. وكنتمنى البنات اللي قرابين يولدوا اللي كيهضروا معايا في لي ميساج نقول لهم الله يفككم على خير، وميرسي على لي ميساج ديالكم، و جو فو دون غونديفو بروشينمون ان شاء الله. سلام عليكم.